حان موعدكم مع إيت سمارت، واليوم معي ناتالي ياغي، واليوم موضوعنا عن الحمية الغذائية وصحة العيون. صباح الخير ناتالي. صباح الخير، كيفك اليوم؟ صباح وانت. الحمد لله. أكيد وقت اللي نحكي عن أمراض العين اللي بتجي مع العمر، التغذية لها دور مهم كوقاية. يعني نحن وقت اللي نقول مزبوط، ووقت اللي نحكي عن أمراض ما لازم نحن هيك نعطل هم أو نزعل أو نقول لا هيدول إشياء منا كثير نزعل، بس لازم نعرف إنه فينا نعمل شيء لنحافظ على صحتنا. بالعكس التغذية عندها جانب إيجابي لأنه بتدخل بكتير مجالات وقاية لعدة أمراض، منها أمراض القلب، العيون العيون قد ما منقول القلب سوري مركزة يمكن لكن أمراض العين مختلفة، وأكيد أهم عنصر أو فاكتور دو ريسك لمشاكل النظر هي العمر. وقت اللي نحكي عن هالأنواع من المشاكل، نحكي عن المي الزرقاء، بنحكي عن الجلوكوما، بنحكي كمان عن المرض اللي بيجي مع الشيخوخة اللي له علاقة بشريين العين، لأنه نحن بنعرف إنه النظر هو صحة جيدة للعضل، للشريين، وكمان للنيرفز، للأعصاب. هلأ في كتير دراسات عم تنعمل على أهمية كيف فينا نحن نغير نمط حياتنا تنقدر نساعد يضل نظرنا منيح لأكتر أكتر فترة وقت ممكنة. منبلش أول شيء بنسمع كتير عن أهمية أنواع الفيتامينات، وفي بعض أنواع من الفيتامينات تنعطى لأنه دراسات فرجت أنه بتساعد لتخفيف عملية الأكسدة الأكسيداسيون والإنفلاميشن، لأنه هي بالنهاية مصدر كل المشاكل الصحية. مزبوط. وقت اللي نحكي عن مشاكل العين ما فينا ما نذكر أهمية الوزن عن جديد. مزبوط، لأنه وقت اللي نحكي عن زيادة وزن وخاصة البدانة بيصير فيه سمبتوم، بيصير في مشاكل صحيه ناتجه عن هالزياده الوزن اللي هي بطريقه انديركت بتاثر على السكري، ضغط الدم بيأثر 100%. مشان هيك الاشخاص اللي بيكون عندهم بدن هن معرضين اكثر من غيرهم انه يعملوا مشاكل عين بابكر من غيرهم. مشان هيك مهم انه نحافظ على وزن صحي من خلال تغذيه متوازنه، لانه التوازن بالاكل كمان مهم. وقت اللي نحكي عن التوازن بالاكل عم نحكي عن نوعية فيتامينات معينة، يعني ما بدنا نقول أوكي الوزن هو الأهم وبدنا نلغي بقية الفئات الغذائية، لأنه يعني فينا نلغي فئات غذائية لأنه مهم أنه نخسر وزن. لا، لازم نخسر وزن مع نظام غذائي متوازن بيحتوي على فيتامينات، خاصة فيتامين A، C والأو اللي الدراسات فرجت أنه بتساعد على حماية العين. هلأ هون وقت اللي نحكي على هالفيتامينات بدنا ننتبه لنقطة أنه المكملات الغذائية ممكن ببعض الأحيان لأنه هن كميات كتير عالية معظم الأوقات من هالفيتامينات هاي فيها عند بعض الأشخاص تعمل مشاكل صحية. بعطي إكزامبل كتير يمكن صار مفروض يكون معروف، هي الفيتامين A. الفيتامين A وقت اللي ناخدها بمعدلات كتير عالية بتصير تأثر خاصة عند المدخنين، بتصير تأثر على ريسك أمراض تانية منها سرطان اللانج كانسر الرئة. بينما إذا أخذناها بالنظام الغذائي بكميات كافية بتحمي إن كان العين أو النظر أو غير أمراض من غير أمراض بدون ما يكون عندنا هالإفي نيجاتيف اللي موجود بكميات عالية. وين من موجود الفيتامين A ناتالي؟ وقت اللي نحكي عن الفيتامين A هي عائلة من الفيتامينات موجودة بأول شيء منفكر فيه هو الجزر. الجزر هو من أهم مصادر للبيتا كاروتين اللي هو برو فيتامين A، يعني بيتحول لفيتامين A بالجسم. موجود كمان بكل الخضرة والفواكه اللي بتحتوي اللي لونها بالأحرى لونها أورانج البرتقالي، مثلا عندنا اللقطين، عندنا المانجا، عندنا كمان موجود بالخضرة الورقية الخضراء. يعني إذا بدنا نحكي كمصدر للفيتامين A ونحمي النظر لازم نمرق كل يوم حوالي الكوبين ونص من هالأنواع من الخضرة، يعني سبانخ، السلق، الخس،
وكمان الدرة، الجزر، هالأنواع من الخضرة. إذا كل يوم مرقنا من هال كوبين تقريبا، نحن منكون عم نساعد جسمنا لأنه يضل بصحة جيدة، وخاصة العين اللي هي بحاجة لهالنوع من الفيتامين. بنتقل هلا لنوع فيتامين ثاني اللي هو الفيتامين سي. الفيتامين سي كمان مهم، والفيتامين سي مهم عند الأشخاص اللي مثلا بيكونوا عندهم ستريس زيادة، أو يمكن مدخنين عندهم احتياجات إضافية. دونك مهم أنه نكون عم ناخد كمية كافية من الفيتامين سي. الفيتامين سي ما أنه صعب أنه نقدر نوصل لاحتياجاتنا اليومية، بس إذا بدنا نحافظ على صحة النظر بدنا نعلي شوي، خاصة ابتداء من عمر معين، ابتداء من عمر 65 سنة 60 سنة، لازم ننتبه أنه ناخد كمية إضافية، لأنه هون ببلش. أصدق؟ مش بالضرورة سبليمنت. هلأ تنطلع فوق النيدز، إذا ما كنا كتير منتبهين على نظامنا الغذائي يمكن بحاجة لمكملات غذائية، وخاصة عند الأشخاص اللي صار عندهم مثلا دياغنوستيك، يعني تشخص عندهم هالأنواع من الأمراض اللي حكيت عنها، أمراض العين اللي هي بتجي مع العمر. يعني ما فينا نعمل شيء، بس فينا نتفاديهم، فينا نبعدهم، نطول الفترة 100%. دونك ننتبه على ضغطنا، لأنه الضغط كمان وقت اللي يكون مرجلج بطريقة صحيحة بيتجنب كمان، نتجنب تغيرات على ضغط العين. نفس الشيء كرمال الجلوكوما، الأشخاص اللي بيكون صار عندهم تشخيص للجلوكوما اللي هي لها علاقة بضغط العين وكمان بالنير، كمان لازم ننتبه على إن كان الوزن، لأنه هيدول بيأثروا على الضغط، وكمان بنفس الوقت على المواد اللي بدها تساعد هالشرايين تضل بحالة أنتي أوكسيدانت دايما جيدة، اللي هي أكيد الفيتامينات. دونك مهم إنه كمان ناخد فيتامين سي. هلأ الفيتامين سي من اللي إياه مثل ما كنت عم بقول بكتير أنواع من المأكولات. أكيد نعرف الحمضيات، نعرف الكيوي. دونك نحن مش بحاجة نكتر كتير، يعني إذا أخذنا حصتين فواكه البقدونس، البندورة، نحن أكلنا اللبناني بيحتوي على معدل عالي إذا نحن حافظنا عليهم بطريقة صحيحة. هلأ هون الشغلة اللي لازم ننتبه لها هي مثلا بس بدنا نعصر بردقان، ما نتركه وقت كتير طويل قبل ما نشربه، نحاول نشرب عصير طازة ما يكون صار له فترة معصور. الحامض بأكلنا دايما متواجد بالسلطات، دونك هيدي شغلة كتير منيحة، بس ما نأثره انه نحطهم بالبراد قبل الوقت، دايما ماكسيموم نص ساعة، ما هيك أفضل انه ما نتركه اكتر من ساعة. نتالي عنا اتصال، خلينا ناخده سوا. ألو ألو، بونجور. بونجور، تفضلي. بدي أسأل الدكتورة. بونجور دكتورة كمان. بونجور، أهلين. بدي أقول لك عند الماما فحوصات الدم كل شيء منيح، وصحتها كل شيء منيحة، بضل يحرقوها كتير 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 عيونها. نعم. She is 68 years old. Okay. She's 68. Okay. السؤال شو السؤال؟ ليش بيرعوها كتير عيونها بدمعه؟ بدها تشوف عند طبيب عيون. أنا ما فيني أفيدك. ما قال شيء، ما في شيء. أوكي، هلأ ممكن إنه يمكن إذا هو قال ما في شيء، يعني ما في شيء، هذا منه من اختصاصي. دونك مفروض تراجعي الطبيب إذا بعدها عم تتضايق، تسألي إذا ليش بعدها بهالحالة هاي. أوكي، هلأ تننتقل للأكل وللنظام الغذائي اللي كمان بيفيد النظر، هو الفيتامين أو. الفيتامين أو هو من الفيتامينات اللي كمان متواجدة بنظامنا الغذائي، لأنه نحن منستهلك مأكولات تحتوي على هالنوع من الفيتامين. برجع بقول المكملات الغذائية إذا كانت كتير بمعدل كتير عالي ممكن أنه ما تكون تفيد مثل ما نحن بهمنا أنه تفيد. كتار من الناس بياخدوا سوبليمنتس فيتامين أو، وخاصة للجلد الواج وللبوتي. بتفيد أكيد، بتفيد البشرة، بس منيح ناخدها كل السنة؟ هلأ مهم
هو كله له علاقة بيقدي فيه بهالجرعات. يعني نحن وقت اللي نحكي عن المكمل الغذائي في أوقات المكمل الغذائي يعطي 50% من احتياجاتنا اليومية، وفي أنواع من الفيتامينات بيعطونا 300% من احتياجاتنا. دايما نختار المكملات اللي ما كتير فيها معدل عالي، لأنه منضلنا on the safe side، يعني بالنهاية ما بنكون عم ناخد كمية كتير عالية. بس في أشخاص لازم تاخد هالمكملات لأنه ما عم تاكل بطريقة صحيحة، لأنه عندها يمكن حالة صحية معينة إلى آخره. دونك فينا ناخذ هالأنواع من المكملات، بس ننتبه شو الدوز. وقت اللي الطبيب يوصف هالفيتامينات لصحة العين عادة بتكون بمعدلات مقبولة ما بتضر. فينا ناخذها دائما. كمان في اتصال. اوكي. الو 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 بونجور. تفضلي. بونجور. تفضلي. اهلين. بليز بدي اسال الدكتورة، انا اسمي ماريا. تفضلي. طولي 1.63 متر، وزني 83، طبعا ماشي على حميه غذائيه. نعم. وانا عندي ضغط، بس انه هلا مراكد بالضغط. ممكن اسال؟ انا الدكتوره قالت لي اشرب شومر. نعم. كله طبعا من غير سكر ومن غير نشويات ومن غير، يعني ماشي على النظام المضبوط. اوكي. بس اللي بدي اساله، الخضره اللي عم تقوليها الجزر والذره وهيك، بقدر اخذهم بضمن الدايت اللي انا عم باخده؟ واذا ناي والله مطبوخ. اوكي. هلا بحيال حميه غذائيه هالخضره، والخضره اللي حكيت عنها اكيد فيها تدخل ولازم تدخل بالحميه الغذائيه، شو ما كانت الحميه الغذائيه اللي عم نتبعها حتى لتخفيف الوزن. انا هيدا رايي. هلا ما بعرف شو قالت للاختصاصيه اللي عم بتتابع معها، بس انا رايي الشخصي لازم ندخلهم بالنظام الغذائي ان كان ني او مطبوخ. المهم نعرف شو الكميه اللي عم ناخذها، وحسب اكيد احتياجاتنا، احتياجات كل جسم وكل اكيد حسب العمر اللي نحن فيه، بس اكيد لازم ندخلها بنظامنا الغذائي. تنتقل كمان لغير انواع من دي او نص الفيتامينات. ما فينا ما نحكي عن صحة العين ونحكي عن الفيتامينات البي اللي هي عادة موجودة بالحبوب الكاملة. ومشان هيك دايما بنقول لازم ناكل برغل، لازم ناكل قمحة كاملة، شوفان، لأنه هيدول الأنواع من الفيتامينات كمان ضرورية للنيرفز أو للأعصاب العين، الأعصاب بالأحرى، اللي هن ضروري إنه نكون عم نأمن لهم كمية كافية من هالفيتامينات هاي. وما ننسى كمان إنه الأوميجا 3 هي كمان دايما بينحكى عنها كمان لصحة العين، لأنه بالنهاية الخلايا كلها مكونة من دهون، والدهون الجيدة اللي موجودة بالأسماك اللي موجودة بالمكسرات مفيدة كمان لصحة الأعصاب وخاصة أعصاب العين. يعني الإرشادات بتقول لازم ناخد بين حصة أو حصتين بالأسبوع. وما بعرف إذا بعد معنا وقت نحكي عن الكافيين. معنا وقت. الكافيين بدنا ننتبه له شوي، ما نكتر منه، وهي والكحول حتى لو ديكاف. لا، الديكاف فينا ناخذ ديكاف. فينا ناخذ هي الكافيين بحد ذاتها اللي ممكن تأذي بكثره. عم بحكي طمنتيني نتانيا. لا انا كثير بحب بتعطيني وقت اكثر تقدر احكي عن الموضوع. هلا بسألك تحت الهواء. ثانكيو نتانيا على المعلومات. هاف ا نايس ويكند. مشاهدينا وقفه ومنتابع العالم.